بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المعصوم قبل النبوة وبعدها عن الكبائر والصغائر عمدا وخطأ وسهوا سرا وعلانية ظاهرا وباطنا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 98 من سلسلة دروس كتاب شرح الوقاية للعلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز الشهير بابن ملك رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وضمن النفقة إن جامع المأمور قبل وقوفه بعرفة لا بعده، يعني لا يضمن نفقته إن جامع بعد الوقوف. فلان أرسلناه ليحج عن شخص مات، حجة بدل يعني، فهذا المأمور قبل الوقوف بعرفة جامع زوجته، ما الذي حصل؟ فسد الحج، فسد الحج. فالآن يضمن المأمور نفقة الحج كاملة، يضمنها للأوصياء الذين أرسلوا معه المال وأنفقوا عليه، يضمنها كاملة. ليه؟ قال: لأنه هو مأمور بحجة صحيحة وقد أعطانا حجة فاسدة. في العام القادم أراد هذا المأمور بالحج، أراد أن يحج، لابد أن يقضي الآن، يجب عليه القضاء. فإذا قضى هذا المأمور، قضى الحج في السنة الثانية على الوجه الصحيح، قال: لا يسقط بهذا الحج الحج عن الميت، لا يسقط بالحجة الثانية التي هي قضاء عن الحج الفاسد، لا يسقط به عن الحج الفاسد. ليه؟ قال: لأن هذا المأمور لما أفسد الحجة وخالف في السنة الماضية صار الإحرام، انقلب الآن الإحرام، صار الإحرام واقعا عن المأمور، صار كان الإحرام عن الآمر، الآن صار الإحرام عن المأمور. والحج الذي يجب عليه في السنة القابلة هو قضاء، هذا الحج قضاء عن الحج الذي كان واقعا عليه على المأمور، وبالتالي لا علاقة للآمر في ذلك. لذلك قلنا يضمن النفقة للآمر، فلما قلنا يضمن النفقة يرجع المال كله للآمر، ويجب عليه هو أن يقضي الحج الذي أفسده، فصار الحج دينا في ذمته. فإن جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة وجب عليه الدم، قال صحة الحجة ولا يضمن النفقة، ولكن هذا الدم يجب عليه هو على المأمور. ليه؟ قال: لأن هذا الدم دم جناية، وهو الذي فعل هذه الجناية، فهو الذي يتكفل بدفع هذا الدم، هذه الجناية. قال: لا بعده، يعني لا يضمن نفقته إن جامع بعد الوقوف، لأنه لا يفسد حجه، وحصل مقصود الآمر الذي هو الحج الصحيح، وعلى المأمور الدم. قال: وإن مات في الطريق، هذا الذي أرسلناه ليحج عن فلان مات في الطريق، يعني إذا أوصى شخص بأن يحج عنه فأحج عنه رجلا فمات، هذا المأمور مات في الطريق أو سرقت نفقته في الطريق، الآن ماذا يفعل؟ قال: يحج عنه، يحج من منزل آمره، يعني الآن إذا مات نرسل شخصا آخر، هل يحج عنه عن الآمر من حيث مات المأمور الرقم واحد، أم نرجع ونستأنف ونرسل عن نرسل من يحج عنه من منزل الآمر؟ قال: لا، نرسل، نستأنف
ونرسل عن من يحج عنه من منزل الآمر. وكذلك لو سرقت النفقة، لو سرقت النفقة يحج عن الآمر من منزله أيضا، يستأنف إرسال جديد. قال يحج من منزل آمره، لأن الحج لما لم يتصل بذلك الخروج، الخروج الأول لم يتصل به حج، خرج من أن يكون وسيلة لإسقاط الواجب عن الآمر. وإن كان حكم الثواب قائما بوعد الله، ألا ترى أنه إذا خرج بنية الحج، إنسان خرج بنية أن يحج، يعني مثلا إنسان جاء من تركيا، مثلا إنسان جاء من تركيا وهو في الطريق قدم إلى سوريا فدخل إلى دمشق، وهذا كان يحصل كثيرا، هذا كان يحصل كثيرا، ثم أقام في بعض البلاد، أقام في دمشق فأعجبه القيام، وخرج، انتبه، خرج من اسطنبول مثلا وأقام في دمشق سنة وسنتين ولم يحج، ولما خرج من بلده اسطنبول خرج ليحج، فمكث سنة أو سنتين حتى مات في دمشق، مات في دمشق ودفن فيها، أردنا الآن أن نحج عنه، هل يحج عنه من دمشق؟ قال لا، يحج عنه من بلده اسطنبول. قال ثم أقام في بعض البلاد حتى تحولت السنة فأوصى بالحج، حج عنه من بلده. نقرأ المتن الآن، نرجع للمتن. وإن مات في الطريق يحج من خطأ كلمة عن هنا، يحج من منزل آمره بثلث ما بقي عند أبي حنيفة. يعني فلان، انتبهوا أحبابنا، فلان مات وترك 4000 درهم، ترك 5000، ترك 5 أو 6، ترك مبلغ من المال وأوصى أن يحج عنه، أخرجنا ثلث المال الآن، أو أخرجنا نفقة، أخرجنا النفقة التي تكفي للحج، كم هي النفقة التي تكفي للحج؟ أخرجنا 1000، تكفي 1000، أعطيناها لزيد، أعطيناها لزيد، إيه نعم. فإذا به وهو في الطريق سرقت منه، فرجع قال سرقت مني النفقة، سرقت مني النفقة. قال سيدي أبو حنيفة نعطيه أيضا من ثلث ما بقي من المال، نعطيه نفقة، نعطيه إيش؟ قال بثلث ما بقي، نعطيه من ثلث ما بقي من المال. فإن ذهب وسرقت منه مرتان ثانية، قال يرجع، قال كذلك نعطيه من ثلث ما بقي، حتى لو سرق المال مرة ومرتين وثلاثة وأربعة نبقى نعطيه من ثلث ما بقي من المال. فالآن قال من ثلث ما بقي، هذا عند سيد أبي حنيفة رحمه الله. قال لأن القسمة قسمة المال بين الورثة، لأن القسمة قسمة المال بين الورثة لا تصح قبل تنفيذ الوصية. الآن فلان مات وترك وصية، أردنا أن نقسم المال، لا يصح لنا أن نقسم هذا المال قبل أن ننفذ الوصية. قال لأن القسمة لا تصح قبل تنفيذ الوصية، لأنه لا خصم هاهنا، لما أوصينا بالحج ما عندنا خصم. أما لو كان قد أوصى مثلا فلان بثلث ماله لزيد، يوجد عندنا خصم الآن، هو زيد يطالب بهذا المال. أما في الوصية بالحج لا يوجد عندنا خصم، فلا بد من تنفيذها. قال لأنه لا خصم هاهنا ليقبض فتتم القسمة، وكان تمام القسمة بالصرف إلى جهة الوصية، فلما لم تصل الوصية منفذة مؤداة بسبب سرقة المال أو بسبب موت المأمور لم تصح الوصية، لم تنفذ، لم تكمل الوصية. الله، نعم. فصار كأنه هلك المال قبل القسمة، فصار كأنه هلك المال قبل القسمة، فتنفذ الوصية من ثلث ما بقي كما لو هلك المال، يعني في يد الوصي،
في يد الآمر إن صح التعبير. قال لا من حيث مات، يعني لا يحج عنه من حيث مات المأمور، بل كما قلنا نستأنف حجا ثانيا من مصر الموصي أو الوصي أو الآمر. لا من حيث مات، من فعل مات هنا؟ المأمور. وقال يحج عنه من حيث مات، قال الصاحبان يحج عن الآمر أو الوصي أو الموصي، يحج عنه من حيث مات، لأن خروجه خروج المأمور الأول بنية الحج معتد به من الحج، ولم يسقط اعتباره بالموت. هذا الحج لا يزال الآن، عفوا هذا الخروج لا يزال من أجل الحج. قال ولم يسقط اعتباره بالموت. قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية، أو سرقت نفقته، نفس الحكم يعني. لكن عند محمد يحج عنه، الآن اتفق أبو يوسف ومحمد أنه يحج عنه من حيث مات، يعني المأمور الثاني يكون يحج يتابع الطريق الذي خرج إليه المأمور الأول ومات. لكن الآن ثم اختلف بعد ذلك أبو يوسف مع الإمام محمد، لكن عند محمد يحج عنه بما بقي من المال المدفوع إليه إن بقي شيء، إن بقي أنفق مثلا أعطينا 1000، أنفق 300، بقي 700، يعني نأمر شخصا آخر يحج من المكان الذي مات فيه وبسبعمائة. فإذا لم يبقى معه شيء من المال قال لا يحج عنه، انتهى. قال وإلا بطلت الوصية، يعني لا يحج عنه، لأن الوصية قائم مقام الموصي، لأن الوصية قائم مقام الموصي، خطأ الوصي. لاحظوا أحبابنا هذا الخطأ الفاحش. الآن رقم 7 نقرأها، يقول في نسخة فاء ودال الموصي، لاحظ كيف كتب الخطأ وترك الصواب، هذا ينبغي أن نتنبه له. قال لأن الوصية قائم مقام الموصي في إخراج المال للحج، ولو دفع الموصي، أنت الآن أخرجت مال، فلان زيد من الناس عاجز عن الحج، عنده مرض، زمن أخرج 1000 درهم وأعطاها لزيد، وأعطاها لزيد وقال له هذه 1000 لتحج عني بها بعد موتي، أبقيها معك. نعم. فهذه 1000 لما أخذها هذا المأمور هلكت 1000 في يده، هلكت 1000 في يده. طبعا مات أول شيء الموصي، مات ثم هلكت 1000 في يد المأمور، ما الحكم؟ قال تبطل الوصية، تبطل الوصية، يعني لا نأخذ، لا يأخذ هذا المأمور 1000 ثانية غيرها. وكذلك لما دفع الوصي المال إلى المأمور فإن الوصية قائم مقام الموصي، فكما هلك لما هلك المال في يد المأمور، المال الذي دفعه الموصي إلى المأمور فهلك في يد المأمور لا نعطيه غيره، وكذلك الوصي لما دفع المال إلى المأمور فهلك في يد المأمور كذلك لا نعطيه غيره، لأن الوصية قائم مقام الموصي. هذه حجة إيش؟ الإمام محمد قال يحج عنه من المكان الذي مات فيه الأول، أو من المكان الذي إذا سرق منه المال انتهى، بطلت الوصية. أما إذا مات ننظر هل معه مال؟ قال نعم، أنفق 100 وبقي معه 900، نأتي بشخص آخر يحج عنه من نفس المكان الذي مات فيه المأمور الأول وببقية ما بقي معه من المال. قال أن الوصية قائم مقام الموصي في إخراج المال للحج، ولو دفع الموصي 1000 إلى رجل
ليحج عنه بها بعد موته فهلكت، يعني الألف التي في يد النائب، بطلت الوصية، يعني لا يؤخذ غيرها من الورثة. هل يأخذ هذا النائب يقول للورثة أعطوني غير الألف كي أحج؟ قال لا، تبطل الوصية، انتهى. قال وكذا هذا، وكذا هذا، يعني إيش وكذا هذا؟ يعني وكذا إذا أفرز الوصي هذا المال وأعطاه للمأمور، لأن الوصية كما قلنا قائم مقام الموصي. وعن أبي يوسف رحمه الله يحج عنه بما بقي من الثلث الأول، يعني أبو يوسف وافق الإمام محمد بأنه يحج عنه من نفس المكان. ولكن ننظر، ننظر لما أخذنا نحن نفقة، النفقة للمأمور الأول، هل هذه النفقة هي أكثر من الثلث؟ هذه نفقة، هل هي الثلث، كل الثلث، أو هي جزء من الثلث؟ إن كانت كل الثلث لا يحج عنه مرة ثانية، انتهى، تمت الوصية. أما إن كان هذا المال الذي أخذه المأمور الأول هو جزء من الثلث، قال يحج عنه من المكان الذي مات فيه المأمور الأول بما بقي من ثلث التركة. يعني مثلا، مثلا ترك 3000، ترك 3000، كم تكلف الحجة؟ تكلف الحج 500، أعطيناه 500، فمات في الطريق، لابد أن نحج الآن واحد ثاني من نفس المكان. ننظر لاحظ كم بقي من ثلث التركة، هي التركة كانت 3000 وأعطيناه 500، إذا بقي من الثلث 500، نعطي المأمور شخصا آخر ما بقي من الثلث ليحج عنه، ليحج عنه. وعن أبي يوسف يحج عنه ما بقي من الثلث بما بقي من الثلث الأول، يعني بما بقي من ثلث جميع المال كما كالمثال الذي ذكرته، لأن محل الوصية الثلث، لأن محل نفاذ الوصية هو ثلث المال. فإذا كنا أعطينا المأمور الأول الثلث كله نفذ، تمت الوصية وبطلت لنفاذ محلها. أما إن أعطيناه جزءا من الثلث يحج عنه مرة ثانية بما بقي من الثلث. قال فما بقي شيء منه وجب تنفيذ الوصية فيه. بيانه مثلا إذا مات رجل وترك 4000 درهم وأوصى بأن يحج عنه، وكان مقدار الحج 1000 درهم أو 1000 درهم، فأخذ الوصي 1000 ودفعها إلى الذي حج عنه فسرق في الطريق، قال يؤخذ عند أبي يوسف ثلث ما بقي من التركة. كم بقي الآن؟ 3000. 3000، قال نأخذ 1000 ونعطيها ليحج مرة ثانية. ثم سرق مرة ثانية، كم بقي عندنا؟ 2000، نأخذ ثلث 2000 ليحج أيضا، قال وهو 1000 درهم. فإن سرقت ثانيا يؤخذ ثلث ما بقي مرة أخرى، وهكذا. هذا عند من؟ عند سيد أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ما بقي من ثلث جميع المال يؤخذ لإعطاء للحج مرة ثانية ثلث ما بقي جميع المال كالمثال الذي ذكرنا، وذلك 333 درهما وثلث درهم، ثلث ما بقي. طبعا أنه كان 4000، 4000، هي الصورة الآن من 4000، 4000 تقسيم 3، نقسم مباشرة لنعرف الآن، 4000 تقسيم 3 يساوي عندنا 1333، سبحان الله، 1333، أعطينا 1000، بقي من ثلث جميع المال كم؟ 333 درهما وثلث درهم. لأن لما
4000 قسمناها إلى ثلاث كان 1333، والحج يكلف 1000، فأخذ 1000، بقي من ثلث المال الآن 333 درهما. فلما سرق المال مات المأمور، نريد أن نحج عنه مرة ثانية، إن وجدنا من يحج عنه ب333 أعطيناه هذا المال. إذا ثلث جميع المال عند الإمام أبي يوسف. فلما دفع الوصي من هذا المجموع إلى الذي يحج عنه 1000 درهم بقي هذا المقدار كما ذكرنا قبل قليل، فيحج عنه به. فإن سرق ثانيا لا يؤخذ مرة أخرى. ليه؟ لأن الوصية قد زال مكانها، زال وتم مكانها. وفي قول محمد إذا سرق 1000 التي دفعها بطلت الوصية ولا يؤخذ منه مرة أخرى، ولا يؤخذ منه مرة أخرى، سواء بقي من الثلث الأول شيء أو لم يبقى أو لم يبقى. قال هذا الاختلاف بينهم، بين سيد أبي حنيفة والصاحبين، إذا هلك المال، إذا هلك المال أو سرق في يد النائب، في يد المأمور، حتى لو هلك المال في يد الوصي، في يد الوصي هلك المال في يده، أخذ 1000 درهم وذهب ليعطيها لفلان ليحج، وهو في الطريق سرقت منه، لو هلك المال في يد الوصي قبل الدفع إلى النائب بعدما قاسم الورثة، قال يحج عنه من ثلث ما بقي اتفاقا، وثم كذلك وثم مرة ثانية إلى أن يبقى من المال حبة واحدة. هذا إذا هلك المال قبل أن يصل إلى النائب، إلى الموكل بالحج. قال باب الهدي، شرع الآن في باب في الحديث عن الهدي. قال الهدي من إبل وبقر وغنم ولا يجب تعريفه. إذا الهدي الذي يهدى إلى الحرام إما أن يكون من إبل، وإما أن يكون من بقر، وإما أن يكون من غنم، ولا يكون من غيرها، أي لا يكون الفرس هديا، لا تكون النعامة هديا، لا يكون الغزال هديا، حمار الوحش لا يكون هديا. الهدي من الإبل والبقر، طبعا والجواميس من البقر، وغنم والماعز من الغنم. قال ولا يجب تعريفه. إيش عن التعريف؟ أي الذهاب بالهدي إلى عرفات. هل يجب علي أنا إذا كنت متمتعا أو قارنا أن أخذ الهدي معي إلى عرفات وأعرفه؟ قال لا يجب ذلك، لا يجب ذلك. ولكن قال فقهاؤنا إن أحبابنا الهدي إما أن يكون هدي شكر أو هدي عقوبة وجزاء. الآن الهدي الذي هو شكر، هدي متعة أو قران، قالوا يستحب، قالوا يستحب أن يعرف، قالوا يستحب أن يعرف هذا الهدي. فلو عرف، لو أخذ وعرف، قال فهذا أمر حسن. ليه؟ قال لأنه يتوقت دم الهدي، يتوقت بيوم النحر، وقد لا يجد من يمسك له هذا الهدي في مكة، فينفلت فيضيع، فيحتاج حينئذ إلى أن يأتي به إلى عرفة. والإتيان به إلى عرفة هذا والتعريف، هذا أمر. الأمر الثاني، هدي المتعة وهدي القران دم نسك، وهو دم شكر، فكان الإشهار فيه أولى، بخلاف باقي الهدايا، دم الكفارات ودم الجزاء. هذه لا يستحب ولا يستحسن تعريفها. ليه؟ قال لأنها يمكن أن نذبحها قبل يوم النحر،
يذبحها في مكة قبل أن يذهب إلى عرفة. أمر ثاني، هذه الدماء دماء عقوبة، دماء الجنايات، فاللائق بها أن تستر لا أن تشهر، هذا الفرق بينها يعني. قال: ولم يجوز فيه، أي في الهدي، إلا جائز التضحية. الهدي لا يجوز أن تذبحه وتنحره إلا إذا كان يجوز أن تضحي به. فلا يجوز في الهدي العوراء ولا العرجاء، كما لم يجوز في التضحية. طبعا يجوز حين المقال لك ولم يجوز فيه إلا جائز التضحية، يعني إذا أراد أن يقول لك يجوز في الهدي الثني من الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز الجذع إلا من الضأن، إلا من الغنم، إلا من الضأن أو الغنم. فالثني من الغنم ما تمت له سنة، والثني من البقر ما تمت له سنتان، والثني من الإبل ما تمت له 5 سنوات. فلا يجزئ من الهدي إلا ما يجزئ من في الأضحية. قال: وجاز الغنم في كل شيء، في جميع الهدايا وجميع الجنايات والكفارات جاز الغنم، إلا في مسألتين ثنتين لا يجزئ الغنم، لا بد من البدنة. قال: إلا في طواف الفرض جنبا، إنسان جنب وطاف طواف الإفاضة وهو جنب، فهذا لا بد أن إيش؟ أن ينحر بدنة أو أن يذبح بقرة بدنة. كلمة البدنة عندنا في الحج تطلق على البقر وعلى الإبل. قال: إلا في طواف الفرض جنبا ووطئه بعد الوقوف، ووطئه أيضا وطئ بعد الوقوف بعرفة، فيجب عليه البدنة، يجب عليه بدنة ولا يفسد حجه كما ذكرنا ومر معنا هذا مفصلا. قال: فإنه لا يجوز في هذين الموضعين إلا البدنة، ولم تجز الشاة، يعني لا تجزئ الشاة لو ذبحها. قال: وأكل المهدي وغيره من الأغنياء من هدي تطوع، بل السنة أن يأكل المهدي من الهدي الذي يذبحه، هذه هي السنة، ولكن الآن في هذا الزمان صار شيء تقريبا متعذر، تقريبا متعذر، أن السلطات في السعودية هم الذين يتولون هذا الذبح وهذا النحر. قال: وأكل المهدي وغيره من الأغنياء من هدي تطوع، المراد به ما بلغ الحرم، طبعا المراد به الهدي الذي بلغ الحرم وذبح في الحرم. قال: وإن لم يبلغ هذا الهدي، إنسان أخذ هديا وساقه معه، ساقه معه وفي الطريق نحره، لا يجوز أن يأكل منه هو ولا الأغنياء. لاحظ، قال: وإن لم يبلغ، ساق الهدي معه من دمشق وهو في الطريق قارب أن يموت، قال فذبحه. قال: وإن لم يبلغ لا يجوز لصاحبه أن يأكله، طبعا يذبحه ويتركه، ولا لغيره من الأغنياء، لأن القربة فيه بالإراقة، بإراقة الدماء، إنما تكون في الحرم، والآن ذبح قبل أن يصل إلى الحرم. وفي غيره بالتصدق، والقربة في الذبح بغير الحرام تكون بالتصدق، فلذلك يتركه، وسيأتي معنا ماذا يفعل به، يتركه ويقوم بتلطيخ هذه الذبيحة بالدماء ليعرف من يمر بها بأنها ذبيحة، من لم ذبيحة هدي لم يبلغ الحرم فيأكلون منه لو أرادوا. قال: وأكل من هدي تطوع ومتعة وقران فحسب فقط، يعني لا يأكل من دماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار، هذه كلها لا يأكل، هذه كلها إيش؟ لا يأكل منها، لا يأكل من دماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار، لأن الواجب فيها التصدق. قال: وتعين يوم النحر لذبح الأخيرين، يوم النحر متعين لذبح دم المتعة ودم القران. قال: وهما هدي المتعة والقران، فلا يصح هدي المتعة وهدي القران أن يذبحا قبل يوم النحر، لا يجوز أن يذبحا
قبل يوم النحر. قال لأنه دم نسك، دم هدي المتعة وهدي القران كل منهما دم نسك، فيختص بيوم النحر كالأضحية. قال وغيرهما متى شاء، يعني غير دم المتعة والقران يذبحه في أي وقت شاء. إنسان حلق شعره في اليوم الأول من ذي الحجة بعد أن أحرم، يجب عليه دم الجزاء، يجوز له أن يذبحه في نفس اليوم، لا يشترط أن يبقى إلى يوم النحر، ولكن يشترط أن يذبح في الحرم. والقران قال وغيرهما متى شاء، يعني غير دم المتعة والقران يذبح في أي وقت شاء، لأنه دم جبر، وكان التعجيل أفضل، يعني ذبحه عقيب الجناية أفضل. ليه؟ كي يرتفع النقصان من الحج الذي وقع بسبب هذه الجناية. قال ودم المتعة والقران نسك، فتعين بيوم النحر، لا يصح أن يذبح قبل يوم النحر. كما تعين الحرم للكل، يعني كما تعين الحرم لكل الهدايا، يعني لا يجوز ذبح الهدايا بكل أنواعها إلا في الحرم. قال لأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ولا مكان له غير الحرم. قال لا فقيره لصدقته، أي لا يتعين فقير الحرم لصدقة الهدي، بمعنى أنه يجوز أن يتصدق بهذا الهدي الذي ذبحه في الحرم، يجوز أن يتصدق به بهذا اللحم يعني على مساكين الحرم وعلى غيره. لو أخذ هذا اللحم معه من مكة من الحرم إلى الشام يجوز، هذا يجوز، ما في أي مشكلة. نعم، لأن الصدقة قربة وطاعة في كل مكان، فلا تختص في مكان دون مكان، بخلاف الإراقة، إراقة الدماء. نعم، فلا تكون قربة إلا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص. فالأضحية لا تكون أضحية إلا في زمان الأضحية. الهدي لا يكون هديا إلا إذا ذبح في الحرم وفي يوم النحر. قال لا فقيره لصدقته. قال وتصدق بجله، هذا الذي ذبح الهدي يتصدق بالجل. ما هو الجل؟ بضم الجيم طبعا. قال هو ما يلبس على الدابة، يوضع على الدابة كي يقيها من الحر أو البرد، يتصدق به على الفقراء ولا يبيعه. وخطامه، وهو حبل يجعل في عنق البعير ليقودها به، وكذلك يوضع في عنق الفرس أيضا. قال ولم يعطي أجر جزار منه من هذا الهدي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه تصدق بجلالها وخطامها ولا تعطي أجر الجزار منها. قال ولا يركب إلا ضرورة، لا يركب على الناقة إذا كان قد ساقها معه من بلده إلى الحرم، لا يركب عليها إلا لضرورة، لا يركب عليها إلا لضرورة. قال ولا يركب إلا ضرورة، لا يركب إلا ضرورة، كما قلنا كانت ساق الهدي معه من دمشق من بلده، وهو في الطريق تعب، اضطر للركوب. الأصل لا تركب، ممنوع، لا يجوز أن يركبها، لأن هذا الهدي معظم، هذا هدي هذا مقدم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يركب. فلو اضطر الآن للركوب فركبها. قال ولا يركب إلا ضرورة، نصب على الظرفية، أي لا يركب الهدي في الأحوال إلا في حال الضرورة، لأن هذا الهدي صار حقا لله تعالى، فلا يصرف يعني المحرم أو المهدي شيئا من عينه ومنافعه إلى نفسه إلا إذا اضطر. قال ولا يحلب لبنه، الناقة لها لبن، قال لا يحلبه، والبقرة كذلك،
لحاجة نفسه كذلك، كيشرب يحلب ويشرب لا يجوز. قال ويقطعه، يحاول أن يقطع هذا اللبن، كيف؟ يأتي بماء بارد وينضحه على الضرع فيجف اللبن في الضرع فيتوقف الضرع، لا ينبت، لا يخرج هذا اللبن. قال ويقطعه، أي يقطع لبنه، لبن الناقة ولبن البقرة، بنضح ضرعه بماء بارد، أي برش الماء البارد، وهذا إذا كان قريبا من وقت الذبح. فإن كان بعيدا عنه ويضر ذلك بالبدنة، قد يؤذيها عدم إيش الحلب، بل يحلبه ويتصدق بلبنه على الفقراء، وإن صرفه إلى نفسه شرب منه، هو شرب هذا اللبن، قال يتصدق بمثله، لاحظ يتصدق بمثله، ليه بمثل؟ قال بمثله، قال الشيخ العيني في البناية، قال لأن اللبن مثلي، لأن اللبن الحليب هذا مثلي، فيتصدق بمثله أو بقيمته، ودفع القيمة في حقوق الله تعالى جائز، إذا هو بالخيار، إما أن يتصدق بقيمته أو أن يتصدق بمثله. قال وما عطب، أي هلك في الطريق، وما عطب أي هلك في الطريق، يعني البقرة أو الثور، العجل أو الناقة أو الشاة، الغنم، هلك في الطريق، مات، أو تعيب بفاحش، تعيب بعيب فاحش. ما هو العيب الفاحش؟ هو العيب الذي يكون مانعا من الأضحية، هو العيب الذي يكون مانعا من الأضحية، أو تعيب بفاحش، أي ذهب أكثر من ثلث ذنبه، تعيب بفاحش أي ذهب أكثر من ثلث ذنبه أو أذنه أو عينه. الذي يمنع العيب الفاحش يعني هو أن يقطع أكثر الذنب والأذن، هكذا قال الفقهاء، أن يقطع أو أن يذهب أكثر الذنب وأكثر الأذن. ثم اختلفوا بعد ذلك في الفاصل بين القليل والكثير، اي نعم. فهناك عن الإمام أربع روايات عن الإمام أبي حنيفة، وظاهر الرواية، ظاهر الرواية أن الذي يمنع هو أن يكون الذاهب أكثر من الثلث، فإذا كان الذاهب أكثر من الثلث منع أن يكون هديا. قال أو عينه، إذا ذهب أكثر من ثلثه، من ثلث ذنبه، أو أذنه أو عينه، المراد يعني أن يذهب أكثر نور عينها، وهذا يعرفه أهل الخبرة، فإن حصل ذلك امتنع أن تكون هديا. قال وما عطب أو تعيب بفاحش، ففي واجبه، لو كان هذا الهدي واجبا، هدي متعة، هدي قران ساقه معه، ففي واجبه أي في الهدي الواجب أبدله، أي يقيم غيره مقامه، لأن الواجب هنا أحبابنا، هنا لماذا يقيم غيره؟ لأن هدي المتعة وهدي القران هو واجب في الذمة لا في العين، وإن ساق هذه البقرة، هذه البقرة لا يتعلق الحق فيها إلا إذا نحرت في الحرم، وقبل أن تنحر في الحرم الحق في ذمته، فإذا هلكت أو تعيبت له أن يفعل بها ما شاء، ويجب عليه أن ينحر غيرها، لأن الواجب لا يزال باقيا في ذمته، نعم، ولا يزول من ذمته، لا تتعين إلا إذا وصلت إلى الحرم، لا تتعين إلا إذا وصلت إلى الحرم وصار وقت نحرها فنحرها، الآن تعين الحق بعينها، نعم. فإذا هلكت أو تعيبت
قبل أن يصل إلى الحرم ماذا يفعل؟ قال يستبدلها بغيمة. صار حكمها كحكم زكاة المال. أنا علي زكاة مال مثلا 1000 درهم، أخرجت 1000 درهم ووضعتهم في صندوق، وقلت كلما جاءني فقير أعطيه من هذه 1000، جاء لص وسرق 1000 كلها، ما الحكم؟ يجب علي أن أخرج غيرها، لأن الواجب متعلق في ذمتي ولا يسقط إلا بالإخراج، لا يسقط إلا بالإخراج لا بالتعيين. لاحظ الواجب لا يزال، وكذلك هنا الواجب لا يزال في ذمتك ولا يسقط بالتعيين، أنا عينت هذه البقرة هديا، قال لا يسقط حتى تنحر. الله. قال والمعيب له يتصرف فيه كيف ما شاء، قال يصنع به ما شاء لأنه خالص ملكه. قال وفي نفله، الآن فلان أخذ هديا نفلا، هو مفرد لا يجب عليه أن ينحر، فأخذه معه، فعطب أو تعيب، وفي نفله أي في الهدي النفل لا شيء عليه. إيش يعني لا شيء عليه؟ يعني ليس عليه غيره، لأن القربة هنا، تعلقت بالمحل. القربة هنا لما كان الهدي هنا هدي نفل تعلقت القربة بالمحل هنا. لما قلنا تعلقت القربة بالمحل وعطبت الآن أو تعيبت ففات المحل، فإذا فات المحل سقط الوجوب وصار حكمها كحكم ما لو أن إنسان أخرج من جيبه 1000 درهم وقال هذه 1000 درهم لئن شفى الله مريضي لأتصدقن، لاحظ بهذه 1000 نذر أن يتصدق بهذه 1000 عينها، فجاء من سرقها قبل أن يعطيها إلى الفقير قال فلا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء آخر. ليه؟ قال لأن الواجب هنا تعلق في العين لا في الذمة. أما في المسألة الأولى الواجب تعلق في الذمة، والتعيين لا يخرج الواجب عن ذمته. أما هنا في النذر الواجب تعلق بالعين، هو الذي أوجب على نفسه، فقال إن شفى الله مريضي لا أتصدقن بهذه 100، ثم سرقت قال لا يجب عليه شيء آخر ولا يلزمه أن يخرج غيرها. وكذلك هنا، وكذلك في الهدي التطبع، الهدي النفل. قال ونحر بدنة النفل إن عطبت في الطريق، أراد بقوله عطبت في الطريق ما قرب من العطب، يعني ما ماتين لكن قربت أن تموت. وصبغ نعلها، والمراد به بالنعل هنا قلادتها، لأن الغالب أن تكون القلادة قطعة نعل بدمها، وضرب به بالدم صفحة سنامها. كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية الأسلمي وكان صاحب بدنة عليم، قال لماذا نفعل ذلك؟ قال ليأكل منها الفقير لا الغني، ويعلم الناس أنها هدي، أي أنها هدي لم يبلغ محلة، وقد ذكرنا هذا قبل قليل. انتهى الآن مسألة هامة جدا وينبغي أن نعلمها أن نتنبه لها. قال إن شهدوا بوقوفهم بعد وقته لا تقبل، إن شهدوا جاء شهود وشهدوا بوقوفهم بعد، وقالوا نشهد أن هؤلاء وقفوا بعرفات بعد وقت عرفات، يعني وقفوا يوم السبت وعرفات يوم الجمعة، قال لا تقبل. أي إذا وقف الناس بعرفة يعني يوم السبت وشهد قوم أنهم وقفوا بعد يوم عرفة، يعني كانوا يوم عرفة الجمعة،
قال لا تقبل شهادتهم، هذه شهادتهم مردودة عليهم، كما حصل في هذه السنة. بعض البلدان الذين يحبون الفتن أشاعوا في بلدانهم أن اليوم ليس يوم عرفة وإنما يوم عرفة غدا. هذا خلل وهذه فتنة. تحديد يوم عرفة هذا خاص، ينبغي أن يكون يوم السلطات في الجزيرة العربية، هذا اليوم لها هي التي تحدد هل هذا اليوم يوم عرفة أو ليس بيوم عرفة، لأن القائمين على هذا التحديد علماء، لا نتهمهم بدينهم في مثل هذه الأمور. لا يجوز أبدا أن تفرق كلمة المسلمين حتى في هذا الأمر الذي ينبغي أن يجمعنا. يأتي ويأبى من إلا وأن يفرق الأمة من خلال هذا اليوم، لا، مردود عليهم، لا يقبل قولهم أبدا. فيوم عرفة ما تحدده السلطات في الجزيرة العربية وغير ذلك لا يقبل أبدا. لاحظ ماذا قال الشيخ رحمه الله، قال لا تقبل شهادتهم، ترد عليهم. ليه؟ قال لأنها شهادة على النفي. لاحظ، انتبه، لأنها شهادة على النفي. إيش يعني شهادة على النفي؟ قال لأن غرضهم نفي حجهم، فلماذا لا تقبل الشهادة التي على النفي؟ لماذا لا تقبل؟ قال لا تقبل لأن المقصود من البينات، المقصود من البينة إثبات الحقوق وليس نفي الحقوق، فهنا جاءت الشهادة والبينة للنفي، فلذلك لا تقبل وترد على القائلين على الذين أتوا بها. قال وقبل وقته، يعني إذا شهدوا أنهم وقفوا يوم التروية، يعني اليوم وقفنا عرفة، جاء الشهود وقالوا اليوم ليس يوم عرفة وإنما اليوم هو اليوم الثامن، اليوم الثامن من ذي الحجة، قيل بأنها تقبل، لأن يمكن أن نتدارك بأن نقول نقف غدا إن شاء الله. إذن وقبل وقته، يعني إذا شهدوا أنهم وقفوا يوم التروية قبلت شهادتهم، لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة. قالوا يعني أئمتنا الفقهاء العلماء الأعلام ينبغي للحاكم ألا يسمع هذه الشهادة، حتى هذه الشهادة لا ينبغي أن يسمعها لأنها تسبب الفتنة. ويقول قد تم حج الناس وانصرفوا، انتهى. قال رمى في اليوم الثاني، رمى في اليوم الثاني الجمرة الثانية والثالثة ولم يرمي الجمرة الأولى، فأراد أن يستدرك فرمى الجمرة الأولى ولم يأتي بالثاني والثالثة، ما في مشكلة، ولكن خالف السنة. والأفضل إذا رمى الأولى أن يعيد الثاني والثالثة ليأتي بالترتيب المسنون. قال رمى في اليوم الثاني إلا الأولى، يعني لو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني، يعني ورمى الجمرة الثانية والثالثة ولم يرمي الجمرة الأولى، فإن رمى الكل حسن، يعني إن رمى الأولى ثم الباقيين فهو أفضل، لأنه راعى الترتيب المسنون، يعني رمى الأولى وأعاد الثاني والثالثة كما قلنا. قال وجاز الأولى وحدها، لو رمى الأولى وحدها فقط جاز، لأن الثاني والثالث قد رماهما قبل الأولى، يعني إن رمى الأولى وحدها أجزأته أيضا، لأنه تدارك المتروك في وقته ولم يترك إلا الترتيب. الآن مسألة، نظر حجا ماشيا، نظر أن يحج حجا ماشيا، أي ماشيا، قال يمشي حتى يطوف الفرض، أي طواف الزيارة، يبقى ماشيا على قدميه حتى يطوف طواف الإفاضة، لأنه منتهى أفعال الحج، لأن بطواف الإفاضة تنتهي أفعال الحج. قيل يمشي من الميقات، والأصح أنه يمشي من بيته لأنه هو المراد في العرف، وإن ركب في الكل أو في الأكثر أراق دما، وإن ركب في الأقل تصدق بقدره. قال اشترى جارية محرمة بالإذن،
أي بإذن مولاها، أحرمت للحج بإذن مولاها وهي في الحرم، في عرفات، في المزدلف، في المزدلفة، في بعدما أحرمت في أي يوم من الأيام باعها سيدها لرجل حلال غير محرم، قال له للمشتري أن يحللها بقص الشعر أو بقلم الظفر ثم يجامع، وهو أولى من أن يحلل بالجماع، لأن الحقين اجتمعا، حق الله عز وجل وحق المشتري اجتمعا فيها، حق الله في إتمام الإحرام وحق العبد في تحليلها، فرجحنا جانب العبد لافتقاره والاستغناء الباري عز وجل عن ذلك. ثم قال كتاب النكاح. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.